انه مخترع الواي فاي هو دكتور حاتم زغلول اللي مشرفنا ومنورنا. ونبتدي معاك بقى القصه والحكايه. ايه حكايه الواي فاي والابحاث اللي حضرتك بالشراكه طبعا هنا مع دكتور ميشيل فتوش، لانه تيم وورك، عمل فريق عمل من خلالها وصلتوا لهذه التقنيه لاكتشاف الواي فاي. نبتدي القصه والحكايه نقولها للناس. بخلص الدكتوراه تقريبا سنه 89، فاشتغلت في شركه التليفونات وطلبوا مني اساعدهم في اختيار التكنولوجيا اللي يبنوا عليها الجيل الثاني. الجيل الاولاني من الموبايل ما دخلش مصر، ده كان اف ام راديو زي اي راديو عادي اف ام. فانا قلت لهم انا بعدت عن الاتصالات فتره، انا كنت عملت دكتوراه في الفيزياء في الكهرومغناطيسيه، فمحتاج يعني زميلي ميشيل فتوش خبير اتصالات، فقالوا لي طيب. فاشتغلنا انا وهو ودرسنا التكنولوجيات اللي موجودة، وكان حظنا كويس جدا لأن شركة التليفونات دي اشترت أكبر شركة موبايل أيامها، فكان بيشتغل معنا 24 دكتوراه في المجال. فدرسنا الست تكنولوجيات اللي معروضة وكان منهم الجي اس ام، وقررنا أن الجي اس ام أفضلهم. لكن ما كانش موجود، فكان في تكنولوجيا اسمها IS54، قلنا لهم خدوا دي الأول وانتقلوا للجي اس ام لما يظهر. بس كتبنا في اخر التقرير ان التكنولوجيات دي كلها فيها عيوب. فحد يعني ميشيل وانا بنهزر، طب يعني لو هنعمل حاجه احسن هنعمل ايه؟ فميشيل فضل يقول لي ان في تكنولوجيا اسمها الاو اف دي ام. انا فضلت 6 أشهر تقريبا مش عايز اتكلم، لان كان خلاص الشركه نفذت وقالت لي ركز على الخدمات مش على الاجهزه. يعني بعد 6 أشهر ميشيل قال لي لا لازم نقعد، فقعدنا وشرح لي الاو اف دي ام. خلال ساعتين طورناه وعملنا حاجه سميناها دبليو او اف دي ام، ودي اللي بنى عليها حاجات كتيره جدا وحطينا فيها خاصيات. الخاصيات دي نبسطها شويه يا فندم، يعني ايه التطوير ده؟ ايه هو يعني؟ هو ده المصطلح العلمي، بس تطبيقه ايه بقى؟ نقول مثلا ايه هو بالناحيه العلميه. مثلا لو انت عندك راديو اف ام بتسمع لقناه مثلا 98.6، القناه اللي بعديها 98.8، بيسيبوا 200,000 هرتز ما بين القناتين علشان لو واحده اتحركت ما تجيش على الثانيه. الواقع ان مش محتاجين الا 50,000 هرتز. فلو اديت القناتين دول لشخص واحد على الاقل هيبقى يقدر يعمل 4 مرات اكتر معلومات. نظريا بيعمل 10 مرات اكتر. هي دي فكره الاو اف دي ام. فاحنا عملنا 64 قناه جنب بعض واديناهم لشخص واحد، وده كان غير يعني مختلف عن الفكر العام. كان في قواعد تقول ما تعملش كده، فاحنا صلحنا القواعد دي وظبطناها وحطينا طرق لاستعمالها يعني، وسرعت الاتصالات جدا. احنا كان ايامنا الناس بتتكلم على 100,000 معلومه في الثانيه، احنا اشتغلنا على 100 مليون معلومه في الثانيه واثبتناها في نفس الوقت. الاسباب اللي خلتنا ننجح في كده هي اللي سرعت ال 3G، ونفس الاختراع هو اساس ال 4G. فالحمد لله يعني بيدونا فضل في اختراع ال 3G وال 4G.